السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أهم الأكواد الواحد بيستمتع بالشغل معاها الكود السنغافوري، وفي ملحقات مع الكود السنغافوري خاصة بالسميشن زي Architecture BIM Template Guide، تمام؟ وتقدر تحمل برضو التمبليت جايد من الصفحة اللي هنحط الرابط بتاعها أسفل الفيديو. ده بيديك طريقة بحيث إن أنت تعمل الفريم التايتل بلوك بشكل قوي، بيقولك إن أنت تقدر تفتح الملف المعماري، هحط لك الرابط بتاعه. ده عبارة عن تمبليت قبل ما تبدأ الشغل بتاعك، تقدر تعدل فيه التايتل بلوك، تقول له إديت وتدخل تعدل عليه، وبعد كده تسيفه بأي اسم تاني خاص بيه المشروع بتاعك. تقدر تدخل هنا وتقول له فايل لوكيشن، وتزود من ضمن التمبليت اللي تبدأ شغل بيهم الملف دوت، الملف المعماري هيظهر معاك بالشكل دوت. يعني هتفتح الريفت اهوت وتقول له نشرحها بشكل عملي، تخش هنا تقول له اوبشن، هتخش فايل لوكيشن هتقول له زائد، وبعد كده تزود التمبليت. تمام اهو التمبليت اهوت، تعمل سيلكت تقول له اومن، هيظهر معاك بالشكل دوت، مفيش مشكله انا ممكن اسيبه. البروجكت براوزر بيقولك هنا هتلاقي الحاجات الخاصه بالتسليمه ديت. تمام دي البي بي زي بلديه عندهم الاجنسي اهي، هتلاقي الملفات محطوطه، بعد كده الفلور بلان محطوطه 3 دي الليفيشن، وبعد كده الاعدادات لو انت عايز تحمل ملف اوتوكاد عشان تبدا شغل عليه، وبعد كده تظبط الاتجاه بتاعك والمكان بتاعك اللوكيشن والكوردينيشن، وهنا تقدر تضيف بوينت من اللير، تختار الليرات اللي انت عايز تظهرها، تبدا تكريت السايت بتاعك. ده هو بيديك حاجات تقدر تشتغل عليها. طبعا الحاجات دي كلها تلاقيها مشروحه على قناه بيم اريبيا بالتفصيل. هنا بيتكلم على الاوبجكت ستايل عشان تعمل الاعدادات للمشروع ككل. الحاجه اللي بتعدلها هنا بتعدل في كل الفيوهات الا لو جيت على فيو معين واديته اعدادات مختلفه، فساعتها هيمشي على الاعدادات الخاصه بالفيو اللي انت محددها. يعني ده كل الفيوهات الا لو في فيو اديته اعدادات مختلفه. هنا بتتكلم بقى على الترو نورث، تبدا تظبط الاتجاه بتاعك بحيث ان ممكن يكون انت مش شغال على الترو نورث بالظبط في زاويه معينه، فتبدا تظبطها. وبعد كده نخش تظبط الاليفيشن، الارتفاع بتاعت الادوار. الافضل ان الاليفيشن والجريد ده يكون في ملف مستقل وكله يبدا يسحبه عنده، المعماري والانشائي والكهروميكانيكال يسحبوا الملف دوت. الاغلب الشغل بيحطوه في المعماري ويبدا يسحبوه في بقيه الفيوهات، الافضل ان انت تخليه في ملف مستقل. ده الفيو كاتيجوري. تمام لو في حاجه هنا تبع البي بي بتقدر تكتبها هنا بحيث ان هو يبدا يقسمهم. في حاجات خاصه بالبيلدنج بلان وحاجات خاصه بالسيفل ديفنس. في الديفنس واخده السي دي، والبيلدنج بلان واخده البي بي، الديفلوبمنت كنترول واخده الدي سي. تقدر تحدد من هنا بحيث ان هو يبدا يعملهم في كاتيجوري مستقل. تبدا بقى بعد ما ترسم بقى الحوائط تبدا تحدد الغرف بتاعتك. تمام دي خطوات تعمل المشروع ممتازه جدا. اهو تبدا تحدد الاسم بتاعها والرقم بتاعها، وتبدا بقى تشوف ال 3 دي، تدخل في ال 3 دي فيو بتاعك وتحدد الاسم بتاعه، ويتحدد السامبلز اللي انت تحطها. هتلاقيها موجوده في قلب التمبليت، تقدر تعمل لها دراج اند دروب عادي، موجوده في الانوتيشن. يعني هندخل هنا في الانوتيت وتقول له سامبلز، تطلع لك القائمه تبدا تحط منها الحاجه اللي انت عايزها، موجوده في قلب الملف. ده ميزه التمبليت ان انت بتلاقي حاجه جاهزه ما تضطرش تقعد تعملها. وبعد كده تبدا بقى تعمل الحاجات خاصة بالفلور بلان، حاجات خاصة بالسيفل ديفنس، تقدر تحدد انهي واحد فيهم اللي هتشتغل عليهم. ممكن تحدد الكلر سكيم، الكلر سكيم ده يعني بيدي لون للتقسيمة، مثلا الغرف بلون والحاجات دي بلون. خلينا نعملها كده سريعا، نفتح اي فلور بلان، وبعد كده هقول له انا عايز ارسم مول، وبعد كده انت عايز بقى تحط الروم، فبتقول له انا عايز اعمل روم، وبتقول له بليس روم اوتوماتيك، فهو بيبدا يحطهم.
تقدر تتعلم على اي واحده او اي روم وتديها اسم مختلف، تمام. بعد كده ممكن تروح بقى للاناليسيز، هقول له انا عايز اعمل كولر في الليجند، واقول له انا عايزها من خلال الروم. عندك الروم نمبر، اوكي. فيبدا يدي كل روم نمبر بيديها حاجه شكل. لو انت غيرت الروم نمبر وخليتهم زي بعض هياخدوا نفس اللون. طيب نلاحظ ان احنا عاملين كام واحده، 1 2 3 4 5، دول اكتر من 5، معنى كده ان في غرف معموله قبل كده بشكل خاطئ. الاير والسبيس تقدر تحط تفاصيل مدة الكومبوننت، فري اكسسوري روت، هو بيبدأ يحط لك بعض العناصر، بيقول لك لو انت احتجتها هتلاقيها منين، تفصيلة بتاعت الباب، الباركنج لوت موجودة، الهانسينج سيستم، هنا بيقول لك ان انت ممكن تعمل الاريا، تعمل لوحة خاصة بالاريا من الاركتكتشر، هتلاقي هنا الاريا، فتقدر تحدد اريا بلان مثلا للدور الاول، اوتوماتيك كرييت، اوكي. فيبدأ يعمل لك لوحة خاصة بالاريا بحيث تقدر تحدد الاريا بتاعت كل مكان، بحيث ممكن تخلي كله حتة واحدة مثلا دي ودي تدمجهم مع بعض وهكذا، بحيث يقدر يديك الاريا دي. ده هنا اليونت، هتلاقي فيه اسكادولات موجودة جاهزة. الاسكادولات دي يعني تيبل زي الاكسل كده، هتلاقي حاجات خاصة مثلا بالباركنج، حاجات خاصة بالاسكادول ليست، الحاجات دي بتبقى فاضية، تمام. لما تيجي ترسم ستير مثلا تبدأ تظهر المعلومات هنا، فما تاخدش وقت ان انت تعمل الاسكادولات، ودي الاسكادولات اللي مطلوبة هناك في سنافورة، المفروض انها تكون كافية لأي مكان يعني، الا لو انت عايز حاجه خاصه فبتقدر تعدل تعديلات بسيطه لحد ما توصل للي انت عايزه. الكفر بيج، كفر بيج، خلينا نخش كده على الشتات اهوت، ده الكفر بيج بتاعك، بيبقى مكتوب هنا الفيو كاتيجوري، وهنا الاسكادول ليست، وهنا الشيت ليست، طول ما انت بتعمل يبدا يظهر معاك، تمام. وهنا ده سامبلز، فانت بتدخل تلغي هنا وتحط اسم المشروع بتاعك واسم المالك. الاسكادول ليست اهوت، والشيت ليست، وفي تشيك ليست بحيث تتاكد ان الشغل بتاعك مظبوط. بيقول لك لما تيجي تسلم لازم تتاكد ان كل الفيو محطوطه في الفيو كاتيجوري مظبوطه، وتلغي الورك سيت والكواليتي بتاعت البيم وهكذا، كل الحاجات دي لازم تكون مظبوطة قبل ما تسلمها. بس زي ما انت شايف ممتاز جدا، وهيوضح لك الخطوات اللي انت تمشي عليها عشان تسلم الشغل بطريقة كويسة جدا.